الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. من أشهر المسائل التي أذاع الوهابية وبدع المسلمين بها واتهموهم بالجهمية والتعطيل إلى آخره مسألة العلو لله العلي الكبير سبحانه وتعالى علوا كبيرا. والآن أبين لك كيف يتناقضون في فهم هذه الآيات حسب قوانين التفسير وضوابط الفهم لكتاب الله سبحانه، وهناك ضوابط كثيرة معروفة صنفنا فيها أكثر من كتاب، آليات فهم النص المقدس. أعطيك بعينة من الكتب، عفوا بعينة من الآيات التي يعني تعرضوا لها. خذ مثلا الرحمن على العرش استوى، هذه واحدة، وهو القاهر فوق عباده ثانية، إليه يصعد الكلم الطيب ثالثة، آمنتم من في السماء رابعة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذه في زمرة ثانية. أولا الزمرة الأولى الآيات التي تمسكوا بها لإثبات أن الله تعالى في السماء حقيقة ومنعوا تأويلها بالكلية. الرحمن على العرش استوى، قالوا هو استواء مادي حسي بحد وملامسة، طبعا اللوازم العقلية دعك منها الآن، كيف يكون العرش أكبر من الله تعالى، كيف يكون الله تعالى يعني مستويا أزلا والعرش مخلوق، كل هذه الأشياء التناقضات العجيبة الغريبة دعك من العقليات الآن، أتكلم الآن في النقل. هذه زمرة من الآيات، الرحمن العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم، آمنتم من في السماء. أضف إليها حديث الجارية وليس أقوى من هذه الآيات، حديث الجارية ليس هو أقوى من هذه الآيات. خذ في الزمرة الثانية، والسماوات مطويات بيمينه، وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم، يعني حينما يحتضر الإنسان في صورة الواقعة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وهو معكم أينما كنتم. أريد أطالب بمنهجية موحدة لفهم القرآن، منهجية موحدة. إيش يعني موحدة؟ إما أن تؤول في الجميع أو تفوض في الجميع، أما الانتقائية في التأويل والتفويض كما تحب هذا مرفوض. ماذا فعلوا في الرحمن على العرش استوى؟ قالوا على ظاهرها ممنوع تأويلها، تمام، لنستمر معهم. وهو القاهر فوق عباده، قال هو إثبات فوقية حسية مادية، ماشي، إليه يصعد، قال انظر من أسفل إلى أعلى، يصعد الكلم الطيب، إذن هو فوق حسان. آمنتم من في السماء على ظاهرها ممنوع التأويل، جيد، التزموا بهذا، امنعوا التأويل. انتقل للزمرة الثانية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال لا، يعني هو معبود في السماء، الله، كما يقول المصريون الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال يعني هو معبود في الأرض وموجود في السماء. يا سلام يا سلام، وأول هنا وكيف اخلع اخلع اهرب، ماشي. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكة الله تعالى قريبة من الإنسان، يا سلام يا سلام، أو نحن أقرب إليه بعلمنا أو بتصرفنا، الله أكبر. كل هذه تأويلات وكلها مجازات وكلها إضافات تخالف الظاهر. وأنت قبل قليل في الآية الأولى
المجاز طاغوت معبود من دون الله، ترفضه تماما. ونحن أقرب إليه منكم بعلمنا. يا الله الله الله، وهو معكم أينما كنتم بالعلم أو بالنصرة أو بأي شيء. كله هنا طائفة تؤول مطلقا بلا ضابط، وطائفة من النصوص تحمل على ظاهرها بلا ضابط. طب تعالوا إلى منهجنا نحن، لنا منهجان في هذه الآيات. لاحظ القوة العلمية. المنهج الأول تفويض جميع هذه النصوص لله سبحانه وتعالى، فنقول الله تعالى كل ما أخبر به حق وصدق، وهذه النصوص تدل على معاني لائقة لله سبحانه وتعالى، مع القطع بأن كل شيء يشبه المخلوقين أو من صفات المخلوقين أو جسمية أو مماسة أو بعضية أو اتصال أو انفصال ممنوع، لأن هذا يخالف مخالف لقوله تعالى ليس كمثله شيء. فهنا فوضنا كل هذه النصوص لله. الرحمن على العرش استوى بلا شك، يا أخي الرحمن على العرش استوى. على فكرة ما حد قال الرحمن لم يستوي، إلا الوهابية نسبوه إلى أهل السنة. ما حد قال الرحمن بلا شك استوى، وإذا قلت الرحمن لم يستوي تكون كافرا. المشكلة ليس في استوى أو لم يستوي، المشكلة في فهم استوى. تفوضون جمعنا عام الرحمن على العرش استوى مفوضة، وهو القاهر فوق عباده مفوضة، على المنهج الأول طبعا. إليه يصعد الكلم كمان مفوض، معنى لائق بالله الكبير، لكن صعود ونزول هذه إيش مرفوضة لأنها أشياء مادية. آمنتم من في السماء، السماء مخلوقة، يعني الله تعالى على ظاهرها مستحيل أن يكون الله السماء، حتى عند الوهابية ما تكون السماء محيطة بالله سبحانه وتعالى. هم يقولون فوق يعني على في السماء، يعني على السماء، يعني هم أولوها. بس دعني من تأويلهم الآن، نقول هذا مفوض. الله في السماوات وفي الأرض يعلم، أيضا مفوض، كل تفويض في تفويض. طب الطريقة الثانية قال نؤول الجميع. كيف تؤولون يا أشعرية؟ الرحمن على العرش استوى. إذا نظرت إلى الرحمانية فنقول الصفة الرحمانية مسيطرة على كل مخلوقات الله تعالى، فالله تعالى برحمانيته عم الخلائق جميعا، لأن العرش أكبر مخلوق. ما قال القهار على العرش استوى؟ هذا معنى صوفي، معلش تحملوه مني المرة هاي، هذا يعني فهم جديد على التأويلات التي تعرفونها. يهرب منها، هذا يدلس، لا ما أهرب منها، بس هكذا فائدة جديدة. استوى بمعنى استولى، وفيها كلام قيل وقال، ذكرنا هذا سابقا. تأويل يعني هذا. وهو القاهر فوق عبادي، لاحظ منهجيتنا، قهره فوق خلقه، الله تعالى قاهر على العباد، لا أحد يستطيع أن يرفع رأسه مع الله. هذا المقهور مرحوم، نعم حتى لا تتناقض، مرحوم بلا شك، الله راحم، رحمن، رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. إليه يصعد الكلم الطيب، يعني يقبله. شوف الصعود هنا القبول بمعنى، يعني أفضل من النزول. فقال فشبه القبول بالصعود. آمنتم من في السماء، من ملكوته في السماء، المملكة العظمى لله جل جلاله التي فيها ملائكة وإسرافيل وجبرائيل وميكائيل وملائكة وملايين ومليارات يسجدون ويعبدون في السماء، سدرة المنتهى وجنة المأوى إلى آخره. فكل هذا إيش؟ آمنتم من في السماء، يعني ملكوته في السماء، كما أولنا الجميع نؤول هذه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أيضا نؤول، ليس فقط الوهابي أوله، مسموح لك أنت تؤول ونحن لا نؤول. وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، ونسير عن نهج واحد. أنتم قلتم هنا معبود هنا موجود، لا، نقول نحن هنا معبود، هنا أهل السماوات يعبدونه وأهل الأرض يعبدونه. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، نعم الله يعلم كل شيء في السماء وفي الأرض، السلام، يعني في ذكر في الآخر يعلم. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نؤولها كما أولها الوهابية، يعني الله تعالى قريب من خلقه، الملائكة قريبون من العباد. ونحن أقرب إليه منكم، نفس الشيء الأول. وهو معكم، جمهور الوهابية هنا يؤولونها. ابن عثيمين نقل أنها عنه مع أنها معية الذات، وقيل أنه تراجع، تمام،
لنكن مع جمهور الوهابية أن هذه أن الله تعالى معنا بالنصرة. لا 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 لا, لا كل هذا ما عجبني. أنتم أيها الأشعرية جهمية معطلة تفرون من العلو لتثبتوا أن الله تعالى في كل مكان. من الحمار الذي قال لك إن الأشعرية يقولون الله في كل مكان؟ ها قل لي من هو؟ لأن هذا غير صحيح. ما حصل. تغضب وتقول حمار؟ نعم. لأن الوهابية حينما تحديناهم أن يأتوا من كتب الأشاعرة بمن يقول تحدي يقول لكرة الأرض الوهابية في كرة الأرض تحدي قديم. أثبتوا لنا من كتب الأشعرية أن الله في كل مكان. جاء واحد اسمه الغريب وأربع خمسة من الوهابية ردوا قال لا 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 أنت تفتري على أهل السنة. نحن لا نقول الأشعرية يقول الله في كل مكان. نحن وإن نكره الأشعرية ونرد عليهم لكن لا نكذب عليهم. أثناء ذلك أثناء كلامي هذا أرسل لي الوهابية التائبون أكثر من 30-40 نص من كتبهم ومن أقوالهم وتسجيلاتهم يقولون وقالت الأشعرية الله في كل مكان لأنهم جهمية. طبعا لا نقول متى نقول إذا حصل إيه يعني ما الساحة خالية وكلهم وهابيين نقول الشاعر يقول الله في كل مكان لأن إذا في واحد في أشعري واحد سيكشفنا. طيب لاحظوا أليس منكم رجل رشيد؟ لاحظوا من يسير على منهجية علمية واحدة من أساسيات المنهج العلمي في البحوث الحديثة والقديمة الصحيحة أن تكون على منهج واحد أن تسير جميعا. قلت بالتفويض فوض في الجميع، قلت في التأويل أول في الجميع. لكن شيخ الإسلام الحصي والوحيد قال لنا الأشاعرة يثبتون السمع على ظاهره والبصر على ظاهره بدون تأويل واليد والساق حتى اعتراض سيأتي. أنت وهمان، أنت غلطان يا بني. الأشاعرة يقولون بالصفات المعاني بالاشتراك اللفظي. إيش يعني اشتراك لفظي؟ فقط الألفاظ مشتركة، المعاني مختلفة تماما. فهم أيضا يؤولونها. السمع ليس آلة وليس أذن وليس جهاز مؤولة. ما هو السمع؟ صفة لله أزلية على سبيل الاشتراك اللفظي. فهم يسيرون على منهجية واحد، إما تفويض وإما تأويل في كل مكان. فانتبهوا هداكم الله.